مرحبا بكم يا أعزائي، كيف حالكم؟ ماذا رسمنا في المرة السابقة؟ نعم نعم، زرافة. وأتطلع اليوم جدا لمعرفة أي صديق جديد سيظهر أيضا. إذن هل نستمع لقصتنا الآن مباشرة؟ بينما كانت تسير للأمام، كانت هناك شجرة كبيرة، وبالفعل اصطدمت الزرافة بالشجرة، وكان هناك قرد على الشجرة ينظر للزرافة التي لا يمكن أن ترى أمامها. وكان القرد يريد أن يخبر الزرافة عن مكان رائع فيه العشب الأكثر لذة والماء البارد المنعش. نعم، اليوم سنرسم القرد. أولاً نرسم الوجه والجسم هكذا، وبعد ذلك نرسم الوجه والأذنين. ثم نقوم برسم الذراعين. والساق، ثم هكذا نرسمه، وهو يلبس حذاء هكذا. ثم بجواره نرسم قرداً بلون آخر. نعم، هكذا قمنا برسم قردين. ثم في الخلفية نقوم برسم الموز اللذيذ. هيا نرسم عددا من الموز كبيرا وصغيرا.
نعم، هكذا رسمنا الموز الذي يحبه القرد. والآن نلون هذه الرسمة. حاولنا التلوين باللون السماوي، ثم القدر الذي بجواره نلونه باللون البنفسجي. ونلون الموز الموجود في الخلفية. نلون باللون الأخضر المصفر، ويمكنكم يا أعزائي التلوين باللون الذي تحبونه. نعم، هكذا قمنا بتلوين القرد والموز، ثم نحاول تلوين الخلفية بألوان باستل. ندلك على الخلفية هكذا.
ثم نقوم بعد ذلك بالتدليك باليد أو بمنديل. هكذا ظهر القرد تابعاً لمن ظهر في المرة السابقة. ما هي مواصفات القرد؟ نعم، أذناه طويلتان جداً. هيا يا أعزائي، فلتحاولوا الرسم بإظهار مواصفات القرد جيداً. أتتساءلون لماذا دائماً نلون بألوان مختلفة عن اللون الأصلي؟ بالنسبة لي، يبدو رائعاً جداً عندما نلون بألوان مختلفة تماماً عن الأصل. الأصدقاء الذين بجواركم، أنتم أيضاً يا أعزائي، أشكالهم مختلفة. لذلك، أعتقد أن كلا منكم مميز يا أعزائي. والآن، تطلعوا للمرة القادمة. إلى اللقاء!